اول خبر معانا النهارده خبر الفوز الكبير للفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي على حساب فريق الزمالك بنتيجه 122-52 في المباراه اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات بطوله دوري السوبر على صاله الشهداء بمقر الاهلي بالجزيره. وقدم فريق سيدات سله الاهلي اداء رائع جدا، وعبر طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات سله الاهلي عن سعادته بالفوز ده، خصوصا ان الفوز ده بيجي في وقت صعب والمنافسه كمان صعبه جدا، ففوز مستحق وان شاء الله مكملين على كده. هايل. اولا